عادل، بس خلينا نروح للسعوديه في البطوله العربيه. المدير الفني الكبير الكابتن ربيع ياسين مع منتخبنا الوطني للشباب، والنهارده تعادلوا الحقيقه في الدور قبل النهائي في البطوله العربيه بهدف لكل فريق، وايضا خرج منتخبنا من بركلات الجزاء الترجيحيه. كابتن ربيع، ازي حضرتك وهارد لك النهارده. اهلا بيك كابتن اسلام، ازي صحتك كابتن اسلام؟ اهلا بيك، منور والتوفيق دايما يا كابتن. تحياتي الكابتن عادل طعيمه وكابتن ماهر همام وكابتن محمد حشيش لحضرتك. تحياتي للكابتن عادل وتحياتي للكابتن ماهر وتحياتي للكابتن حشيش، منورين الدنيا وموفقين. هارد لك يا كابتن، هارد لك يا حبيبي. يعني كابتن الحمد لله. كابتن ربيع، الحقيقه النهارده او خلال الفتره اللي فاتت يعني حضرتك عامل منتخب رائع جدا. انا عارف ان النهارده تحديدا او في البطوله دي تحديدا ينقصك حوالي 6 أو 7 لاعبين، منهم حارسي مرمى او 3 حراس مرمى انديتهم تمسكت بيهم، وحضرتك في الامور دي ما عندكش مشكله يا كابتن ربيع؟ لا، ما عنديش، لازم اجرب يا كابتن اسلام ولازم اشوف، وما ينفعش في 3 بطولات ورا بعض اقفل على 23 لعيبه او 20 لعيبه او 22 لعيب. ايوه، البطولات دي يا كابتن عشان انا اجرب فيها، ما ينفعش اقفل. هو انا جيت انا خلاص عملت الفريق، عملت القوام، عملت، لا لا، لسه لازم اشوف ولازم افتح لحد اخر لحظه، وفي نفس الوقت مهم جدا ان اشوف اكثر من عنصر. واكيد الفنيات يا كابتن في الماتشات دي بتفرق جامد جدا معايا، لان انا محتاج ماتشات وبشوف ايجابيات وسلبيات وشخصيه وعوامل فنيه. فالبطوله دي متهيألي يا كابتن اسلام يعني احسن بطوله عملوها اللعيبه، وصلنا بنضج كويس جدا على الرغم من عندنا غيابات مهمه جدا. وهو ده اللي حضرتك عايزه تهيألي. نعم حبيبي. وهو ده اللي حضرتك عايزه تهيألي، ان يصل اللاعبين لنضج في كره القدم يعني. لا نضج عملوا ماتشات يعني بصراحه انا عندي لقطات فنيه هايله، لان انا بشتغل على النضج الفني يا كابتن اسلام. ايوه، على الشخصيه الفنيه. واخد بالك؟ بنجهز بدنيا ومهاريا بطل يعني في اجزاء مهمه بدنيه ومهاريه وخططيه، ذات شخصيه لاعب بقى ايه، لاعب كبير من صغره. فكل ده انا اعتقد ان انا سعدت جدا باداء النهارده. مثلا ماتش كان ضيعنا كتير جدا وجالنا بينالتي يعني كان ممكن اتقدم بيه، لكن مفيش توفيق. وماتش العراق كان برضه ماتش فنياته عاليه جدا، هنا الناس ما شاء الله بتتكلم على المنتخب بشكل محترم جدا. أيوة. وانا مبسوط فنيا، لكن اكيد عندي سلبيات واكيد في ايجابيات. كل ده طبعا يا كابتن اسلام انا بعده ان شاء الله الفتره القادمه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. استفاده كبيره من البطوله العربيه، القادم هيبقى ايه يا كابتن ربيع؟ اول حاجه طبعا يا كابتن اسلام استفاده طبعا، انا الاقي السنغال فين؟ ولا الاقي السعوديه فين؟ ولا الاقي خد بالك الجزائر فين؟ ولا الاقي فلسطين فين؟ انا بعمل ماتش في مصر بالعافيه يا كابتن اسلام بيبقى قسم ثاني، ما بلاقيش حتى دوري ممتاز، لان الماتشات دي مهمه جدا جدا، قوتها طبعا ما فيش كلام انها افادتني. القادم يا كابتن اسلام انا عندي طبعا، معلش يا كابتن ربيع قبل بس ما حضرتك نبدا في عايز اسال حضرتك سؤال، هو السنغال في البطوله العربيه ليه؟ يعني انا مش عارف ده خطأ كبير جدا ان يجيبوا فرقه من افريقيا وممكن تفوز بالبطوله العربيه، يبقى اول بطوله عربيه. ما انا يعني انا استغربت، احنا عمالين نقول البطوله العربيه لكن يعني السنغال، انا قلت السنغال هي انضمت للجامعه العربيه. ان شاء الله يا كابتن اسلام اللي جاي عندي امتحانات، هنسق بقى الامتحانات وهنسق لاخر السنه، لان التصفيات في شهر 10 لازم التصفيات نهتم بيها بقى، ونعمل لفتره اعداد ونشوف الاولاد ونشوف الامتحانات ونشوف الاجازات بتاعتهم، وبناء على كده برتب تقريري ونظامي وبرنامجي، وان شاء الله نعمله على اكمل ما يكون يا كابتن اسلام بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. كابتن ربيع، هل حضرتك حطيت خلاص، يعني انا عارف ان انت دايما بتجرب ودايما بتشوف، هل حضرتك حطيت القوام الرئيسي؟ يعني هل في دماغك مثلا 15 20 اقل اكتر لعيبه يبقوا هم اساس وقوام منتخبنا الوطني الشباب؟ لا، انا ما وصلتش لل 20 لسه كابتن اسلام، عندي مراكز مهمه جدا ما وصلتش ليها طبعا، وعندي مراكز ما شاء الله، وعندي لعيبه انا من وجهه نظري الجيل ده جيل رائع بيقدم كوره، في اولاد موهوبين جامد جدا ما شاء الله ما شاء الله، بس في مراكز يا كابتن اسلام لا لسه ما وصلتش لل 20، ما وصلتش لسه، في مراكز ناقصه مهمه جدا جدا عندي ان شاء الله. انا عارف ان انت بتلف من اول مرسى مطروح فوق لغايه اسوان النوبه تحت، يعني انا عارف ان حضرتك ما بتسيبش بيعمل سياحه بيعمل سياحه يا كابتن اسلام، لازم الف ولازم اتعب ولازم اجتهد، دي مسؤوليه كبيره ودي امانه، ودي بعدين بعمل جيل لمصر. مشكله يا كابتن اسلام ان انا بعمل جيل لمصر، مش بعمل لعيب ولا 2 ولا 3، جيل لمصر يتواصل مع اللي قبله واللي قبله، ويبقى موجود فريق اول ويعمل انتشار ويحترف وكده، يقدم كره جميله الكره المصريه، فالموضوع مش سهل ابدا. أيوه. صناعه النجم يا كابتن اسلام، الصناعه دي مهمه جدا، وبعدين المجهود ده محتاج بقى ايه؟
محتاج مجهود بدني ومحتاج مجهود فني ومجهود صحي. الموضوع مش سهل ابدا. فعشان كده انا بهتم وان شاء الله يا كابتن اسامه وعدك ان هيبقى في جيل رائع لمصر الفتره القادمه بمشيئه الله تعالى ان شاء الله. ان شاء الله ترجع بالسلامه. امتى يا كابتن ربيع؟ بكره ان شاء الله باذن الله حبيبي. بكره ان شاء الله تعالى. تيجي بالسلامه يا كابتن، ويعني دايما متالق ودايما معاك. انا عارف ان هتعمل منتخب رائع ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب.